أزاحت شركة سامسونج الستار عن هاتفها الذكي الجديد جالكسي اس 6 خلال مؤتمر عقدته على هامش مشاركتها في معرض ام دبليو سي التقني في مدينة برشلونة الإسبانية. ووعدت الشركة بأن هاتفها الذكي الجديد سيقدم أفضل كاميرا للتصوير في الظروف المختلفة وأسرع معالج وأقوى شاشة مقارنة بالأجهزة المتوفرة حاليا في الأسواق. ويأتي هذا الهاتف مع شاشة بقياس 5.1 بوصة سوبر إيموليد مدعومة بزجاج غوريلا جلاس 4 المقاوم للصدمات والخدوش، وتعمل بدقة عرض كواد اتش دي وبدرجة وضوح 2560x1440 بكسل، وكثافة بكسلات عالية تبلغ 557 بكسل لكل بوصة، وله معالج من سلسلة اكسينوز التي تنتجها مزود بثمانية أنوية ومطور بمعمارية 64 بت. وزود الهاتف الذكي الجديد بذاكرة وصول عشوائي بلغت 3 جيجا بايتات، أما ذاكرة التخزين الداخلية للجهاز فتبدأ من 32 جيجا بايت بدون إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. وستوفر الشركة طرازات بساعتي تخزين 64 و128 جيجا بايت. وسيتميز الهاتف بذاكرة تخزين فلاش ميموري توفر سرعة تخزين وتشغيل البيانات العالية وستقلل من استهلاك الطاقة. أما كاميرا جالكسي S6 الخلفية فهي بدقة 16 ميجا بكسل مدعومة بمثبت بصري للصورة وعدسة ذات فتحة واسعة لضمان التقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وميزة متطورة للتصوير بتقنية HDR في الوقت الفعلي. كما دعم الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجا بكسل، وللهاتف بطارية بسعة 2550 ميلي أمبير ساعة تدعم تقنية جديدة للشحن السريع، يمكنها شحن الهاتف في 10 دقائق بشكل كاف لمدة 4 ساعات من الاستعمال. ومدمج بالبطارية تقنية للشحن اللاسلكي، وهي البطارية التي ستكون غير قابلة للإزالة من قبل المستخدم. وللهاتف هيكل مصنوع من الزجاج والمعدن، وصنع جزءه الخلفي من زجاج غوريلا جلاس 4، وأضيف له إطار معدني مصنوع من الألمنيوم، ويبلغ وزنه 138 غراما وسمكه 6.8 مليمتر، ويأتي بألوان الأبيض والأسود الياقوتي والأزرق والذهبي.